قمة مصرية أوغندية شهدتها القاهرة امبارح بتؤكد على الحضور المصري في القارة الإفريقية واستعادة الدور مرة تانية. أوغندا دولة من أهم دول حوض النيل. العلاقات المصرية الأوغندية علاقات تاريخية على المستوى الاقتصادي والسياسي وأيضا مستوى التعاون ما بين القاهرة وكامبالا العاصمة الأوغندية. الرئيس السيسي أكد امبارح أنه التعاون ده بيرسخ المصالح المشتركة ما بين البلدين، وده أكدته زيارة الرئيس الأوغندي إلى القاهرة بالأمس، اللقاء الرابع اللي جمع الرئيسين. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر عن طبيعة العلاقات المصرية الأوغندية في التقرير ده. جسور جديدة من الثقة تبنيها مصر مع دول القارة السمراء، ومن بينها أوغندا التي جاءت زيارة رئيسها يوري موسيفيني إلى القاهرة لتؤكد دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة. وفي قصر الاتحادية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والنظير الأوغندي توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات. الاتفاقيات الموقعة بين البلدين شملت البيان الختامي للجنة المشتركة بين مصر وأوغندا، إضافة إلى اتفاقية في مجال الكهرباء لتنفيذ محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفولتية بأوغندا، وعقد تنفيذي بين وزارتي الكهرباء في البلدين لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، فضلا عن مذاكرة تفاهم في مجال إنشاء المناطق الصناعية وأخرى شملت مجالات زراعية متعددة. الزعيمان ناقشا خلال مباحثاتهما القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها قضايا مكافحة الإرهاب التي تواجه قارة إفريقيا، حيث اتفق السيسي وموسيفيني على ضرورة التنسيق الثنائي. وقد شهدت مباحثاتنا أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وأهمية تعزيز تكاتف المجتمع الدولي لقطع مصادر تمويل الإرهاب الذي يمثل مصدر تهديد حقيقي لمختلف دول العالم، بما يتطلب أخذ مواقف حاسمة ضد كل الدول والكيانات التي ترعى مثل تلك الأنشطة أو توفر لها الملاذ الآمن للقيام بأعمال تخريبية. ملف سد النهضة كان حاضرا على طاولة المناقشات، حيث أكد السيسي للنظير الأوغندي مدى حرص مصر على التوصل إلى حل للمسائل العالقة وفق الاتفاق إعلان المبادئ. كما أوضحت لأخي العزيز الموقف المصري الخاص بملف سد النهضة ومدى حرصنا على التوصل إلى حل المسائل العالقة وفق الاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، وذلك في ضوء اهتمامنا البالغ بنهر النيل وأهميته القصوى في الوفاء باحتياجاتنا المائية. الرئيس الأوغندي من جانبه أكد على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده بمصر، مشيرا إلى أمله في استعادة الطرق القديمة للنقل بين البلدين عبر نهر النيل. كما أعرب موسيفيني عن ثقته في القيادة المصرية التي تتطلع نحو التقدم. هنأت الرئيس السيسي على إنقاذه مصر من أن تختطف بواسطة الإرهابيين. أنا أنظر إليه كمدافع عن الحرية مثل جمال عبد الناصر لأنه أنقذ مصر ويتطلع نحو التقدم. تقارب في الرؤى وتوافق في السياسات كان عنوان زيارة الرئيس الأوغندي لمصر، والتي أثمرت منذ لحظاتها الأولى ليجني البلدان من ورائها منافع متبادلة في مختلف المجالات.